شك أن المغرب إبان هذا الفيروس كورونا كان سباق للعديد من الإجراءات الاحترازية اللي حققت واحد نجاح ملحوظ، سواء من الجهة الرسمية، سواء من جهات رسمية ولا من الجهات الغير رسمية، سواء من يعني اللي حدا هذا الفيروس كورونا حدا واحد الاهتمام بالغ من قبل السلطات المكلفة، سواء بالداخلية ولا سواء جلالة الملك نصره الله ولا سواء جميع الهيئات، جميع الفعاليات، المجتمع المدني، أحزاب سياسية، نقابات إلى غير ذلك. يعني كل شيء ساهم بواحد الشكل ملحوظ وساهموا بواحد الدور فعال في ماذا؟ في الحد من هذا الفيروس كورونا. والدليل على ذلك أن المغرب كان من بين الدول السباقة اللي انخرطت في محاربة هذا الوباء، وذلك عبر يعني الآن دابا راه إن شاء الله في القريب العاجل غادي يكون غيبدا التلقيح. وهذا ما هو هذا إن دل إنما يدل على يعني واحد ثقافة يعني مجتمعية واعية ديمقراطية تسعى نحو النهوض إلى المستقبل يعني والحد، وعلى أنه الدولة المغربية تسعى للحفاظ على صحة المواطن. هو مدينة مزيانة، مدينة مزيانة، لأن بعد الظاهرة الجائحة ديال الكوفيد اللي كنا سباقين راه مزيانة، بعد على الأقل الإنسان بعدا كيكون واحد الأمل شوية، بعدا الإنسان كما قالوا يتشفى شوية. وهي الإجراءات مزيانة ولكن كتبقى على الإنسان، الإنسان اللي خصو يكون واعي يطبق داك الشيء. مال هي الاجراءات هي راه في صالح الانسان، الانسان اللي خصو يطبق داك الشيء، الا ما طبقش راه اجراءات بحال ما درنا والو. مزيان باش بنادم يتعالج وباش بنادم الصحه ضروريه، ان شاء الله ضروري نديروا التلقيح باش ناخذوا صحتنا مزيان. نقولوا غادي مزيان في التطور، مزيان الحمد لله كل شيء مزيان. التلقيح ضروري للصحه ديالنا مزيان. بادرة حسنة بطبيعة الحال، لأن حنا ولينا كنعيشوا واحد الأزمة، يعني ما بقى لا تواصل، يعني ما بقاتش راحة البال. أنا في نظري غادي يحل المشاكل، علاش لا؟ على التلقيح راه من زمان كان، ماشي أول مرة، ماشي لا بخوميييغ فوا باش غادي يكون التلقيح. شحال هادي إلا رجعوا الناس القديم راه سميتو راه كان التلقيح، علاش غادي يخاف؟ شنو المشكل؟ راه تكون تجارب جرات على التلقيح، ماشي التلقيح عاجة ودخل. الناس المسؤولين يعني خطوة إيجابية، أنا كان على بالي، كل واحد وكيفاش كيعبر على الرأي ديالو، كل واحد كيفاش كيشوفها. أنا كان تستنتجها بادرة حسنة، إوا باش نحدو من هاد الوباء، لأن شنو نبقاو بهاد الأزمة هادي؟ راه أزمة هادي، هي في كلتا الحالتين راه سواء بنادم تلقح ولا ما تلقحش راه في ازمه. اللهم التلقيح بعدا شويه، بعدا سميت الا كانت الانسان راه كيموتها بالاجال ديالو، حتى شي واحد ما غادي يموت غير هكاك. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. انا كمواطن مغربي ومن خلال من خلال اعتزازي بالانتماء لهذا الوطن وبتوابتها الوطنيه وعلى راسها جلاله الملك، انني لم اتفاجا، لان جلاله الملك دائما كيوضع المواطن في معالي المراتب، وهو من اعطى لهذه الصفه ديال معالي المواطن للمواطن المغربي، وعتق الارواح وعتق كتدخل ما بين الاهتمامات ديالو ومن اختصاصاته الدستوريه. من بين الاجراءات الاحترازيه وليس الواحده، هناك مبادرات اكبر، وانها تزامنت ان كانت جائحه كورونا طبعا اللي كانت عندها واحد الوقع اللي هو اللي هو اللي هو سلبي على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى الاجتماعي ولا كذا، ولكن المغاربه فوجئوا بل استبشروا خير بمبادرة أكبر، وتتعلم من بينها المبادرة من بينها الانتصارات الدبلوماسية للمغرب حول الأقاليم الصحراوية، وهي مبادرة أخرى، وقد تكون كورونا أصابت أطراف أخرى. أولا كنوجه تحيات خاصة واعتزاز كبير برائد هذه الأمة وقائدها اللي هو جلالة الملك والطاقم الطبي ووزير الصحة وجل المسؤولين والسلطات العمومية وكل من تجند لخدمة هذا الوطن من مواطنين ومن مسؤولين.